قلتيش عند وزارتي ولدك راني ماشي يوسف الزروالي. والله ما نقص من رجولتك لاني علاش ما دخلش اليوم انت سبعة ونص الوقت عندي جاو هما قلنا الايكيب الاول ولينا الايكيب الاولى تتكون من اب واخ وام واخت، والايكيب الثانيه تتكون من سي حميد طاطا بديعه واحد السيف واحد اخر مرتو المهم شي ثلاثه ولا اربعه ويدخلوا عنده. ولاني بوه محمد اليوم ما دخلش السجن هي الاولى، والسخوه اللي هو كيرتاح له بزاف وتيطلب الجوجه ديالو وتيانولي نسيبو بيريمي. حنا ولينا بيريمي درنا فاي تيانولي كلشي تما. حنا الطرف ديالنا غير بنتي ما عندناش حق نزورو، وخوه محسن اللي جاي من الدار البيضاء تحيالي ولا قالو. اذا ما عزلكش انت حميد، قال لك ما بغاش يشوفك وانت طاطا بيضاء قال له ما بغاش يشوفك. الو انت الاخر جاي قال له ما بغاش يشوفك، ولكن بغا يشوف بوع السيمانه الجايه ولا قالو. قالوا اربعه كون دخل بوع خلات معيشة، كانت معيشة خايفه مسكينه تقول له يوسف ما تخليش بابا حبك الشامبين اللي تلبس خايفه مسكينه ما عرفتش خلات معيشة ولدها عمدها ولا قالو. دار معاها صلاة الرحيم بس يديها بغيتي يبوس لها راسها الام. هذيك الام كما بغات تكون تتبقى هذاك ولدها وحنينه، اما الراجل غير ممثل لا حمور 14 سنه ولا حب لا سبرديله مشى ب 207 بالحفه بالحفه مشى من الحيينه وكان الشتا كطيح بكاش منعم. قالت لهم عيشه ما بكا ما والو فرحان ناشط. عيشه خرجت ناشطه فرحان وانتم فرتوا كالفئران وهاربين وشد شد وبابا بابا بابا ومشى وخلاني بابا يا شمادي طابلة صافية جيت نزور ما الدانية دا القرعة بغا مو اشكون اللي تيكره مو الشرفة اشكون نقول له اقسم بالله والملائكة وانها كعاصم لا عندهم كاغي دابا ولا ما عندهم شيء. المهم احنا جاو مو غنعاود ناس عايشين.